يكفيني الكلمة هذه انك قلت مقابلة رجالة، والرجال راهي تعرف تقيم الرجولية نتاع الملعبية كي تحضر. الحمد لله بالرغم كانت مباراة يعني فنية كبيرة، والأولمبي الباجي فريق محترم جدا، كفريق محترم جدا وعملنا معاه فوليوم دو جو كبير. ممكن فترات من المباراة خذوا علينا هم الأسبقية، الحمد لله الأولاد عملوا مبار رياكسيون في الرجوع ببرشا رجولية وبرشا جرينت، الحمد لله يعني 3 نقاط يعوضوا الخيبة اللي عملناها مباراة ريانا. جاي نكملوا نكونفيرموا، ما مازال ما انتهتش، ان شاء الله مش مدين نكملوا. ان شاء الله ما نحبش نرجع لتالي، احنا الباركور اللي خدمنا فيه اللي هو قلنا 4 مباريات كلهم مباريات كوب، كلهم صعاب وكلهم كيف كيف. مشينا في المباراه الاولى والحمد لله كما حكينا لتالي ما نحبوش نرجعوا، خذينا مباراه جابس لكن تعثرنا شويه في مباراه القروان. الحمد لله يا ربي اليوم الكونفيرماسيون يعني في الـ في الـ في السيكل بوزيتيف، اون كونفيرمي معنا كونتر ان ايكيب معنا دي كاليبر كيما الاسبيرونس. الاولاد انا نشوف جمهور فوق ولا محبين من برا، ما انا يحكم كيما يحب هو، ما انا ككوتش في التيران نحب نشكر الملاعبيه نتاعي على المردود والمجهود، على خاطر ما يحس الجمر الا اللي عفش عليه. سي ماتش تريز امبورتون ومع يعني بريسيون كبيره برشا، راهو ما تصوروش في بالك يعني باش يقعدوا الملاعبيه لاخر دقيقه وهم كونسونتري. الحمد لله ربي خاطر تكلمنا وحكينا اللي راه الفيكتوار ضد كيب كيف هكا ممكن ما تجيش في اللونتان تاع الماتش، لكن الماتش راه سادير معناها 90 دقيقة وممكن بلوس. الحمد لله في آخر مباراة ربي نصفنا، والكونكريتيزاسيون اللي خفنا منها ماتش القروان جات اليوم، إن شاء الله يا ربي تكون انتصار معنا والناس الكل. مبروك الأهالي الجرزيس يعني كل محبي الترجي الجرزيسي، وإن شاء الله يا ربي المهم انتهى لكن باقي الأهم في مدنين إن شاء الله. ماتش ترجي جرجيت في الملعب الجيبسي كان شانس الاخرى للعكاره باش ينافسوا على البقاء في الرابطه الاولى، ورغم اهميه الماتش اللي سمعني مدرب ترجي جرجيت ما كانش متسرع والتزم بالدفاع، وذاك اللي خلى الملعب الجيبسي قريب برشا من التسجيل، لكن سوء استغلال ابناء الكوكي للفرص خلى جاب الله يحافظ على عذر شباكه. نلعب ضد ايكيب كونسرني بالريزلتا حتى هي اللي هي الملعب الجيبسي. انا مانيش من نوعين باش ديريكت دكاك نحل روحي ضد ايكيب كيما هذه، معناها ايكيب عندها ديزاتو اوفونسيف باهين ياسر، لذلك بدينا احنا خاصه لقينا الطقس بصراحه ريح وسي عماد ما تفرجوش من فوق خويا، خشوا التيران كوروا فيه وشوفوه كيفاش، راهو سي نونديكاب كبير ياسر ما يظهرلكش من برا زربيه، صدقني تبي با فير معناها لاتاك بلاسي في وسطه. على كل حال احنا عطينا دي كونسيني باش نوقفوا مليح بقر ريسك خويا وباش نجيروا اللعب باش نفاجر شي بليس دو فوت. لاعبي ترجي جرجيس تبقوا كلام مدربهم حرفيا، وفي الدقيقه 56 جبالي يوزع كنترول غلط من الرحومه يخلي يوسين يربح بينالتي. شكر رجعي بالخبره نتاعو يحطها في الشك. أربع مباريات هذوما الكل يتحضروا كل ماتش بماتشو، والحمد لله يا ربي نتصور أننا حضرنا تحضير كبير خاصة من الجانب النفسي لماتش جابس، والحمد لله يا ربي الثلاث نقاط اللي صعينا عليهم خذيناهم توفيق ربي عز وجل. اليوم انتهت صفحة جابس ودخلنا في تحضير تجربة، ولو أنه هو ابن الجهة ومعروف طبعا ياسر الإسماعيلي اللاعب السابق الرحالة والمدرب طبعا المتعلق سير ياسر الإسماعيلي في أولى تجربه في الأمل الرياضي بجربة في جزيرة جربة، ولو أنه مش بعيد برشا علينا في جرزيس، لكن سير ياسر الإسماعيلي طبعا غني على التعريف في الشيء. أول حاجة نرحبوا به في مدينة ميدون وفي جزيرة جربة وباش يعطينا طبعا طموحه وعلى مستوى الأهداف الأمل الرياضي بجربة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم على الترحاب. جربة ميدون تسمى الفريق بتاعي، زاد بصراحة مانيش بعيد على الجهة كما كنت تقول سي الحبيب بارك الله فيه. ديما نقول فأنا مدرب حر أول شيء في طموحي، أنا إنسان طماع برشا ونطمح ديما الأفضل، لكن ما نجمش نتكلم على حاجات إلا ما تكون عندي الكريتير نتاع النجاح في جيبي. صحيح. صحيح. إذا لقيت اللي فما عندي إمكانية باش نطمح الأفضل من الهدف المنشود، تأكد اللي راه باش يتغير
وبتاكد اللي زاد اكيد جدا اللي احنا نحبوا الافضل، لكن ما نحبوش كلام نحبوا فعل. اذا كان عندنا الكريتير باش نعملوا حاجه باهي باذن الله باش ماناش باش نخلوا يعني ندخروا طاقه من الجهد ولا من العرق في جهد. عملوا عطان باهي ماركاو على بكري ما خلينا نجيرو في الماتش للاخر، حاولنا نستعرض حاولنا نركب البند الثاني جانا الثاني والثالث ضيعنا، اهم شيء نقعدوا كونسونتر للاخر دقيقه اللي صفر وخذينا كذا نقاط اللي هما مهمين جدا. اول شيء لان نلعبوا ثلاث فريسيم علينا اللي هي في الميدان، ومن بعد عندنا زوج تنقلات برا نجموا نخدموا الاسابيع هذايا في اريحيه، ومن بعد يعني تبان الرؤيه من كل مباراه ومباراه ان شاء الله. اكيد لفريق النجم اللي ضامن صعوده حتى 49 نقطه، ولكن يريد الاول يريد الأول التسديدة قوية. يا الله يا الله يا الله يا الله يا راجل السويت السويت يا الله يا الله. سواسية في كل شيء في الصعود وفي الضيق، حتى واحد ما تنجم يحكم على نفسه بالرغم من التحذيرات. كل فريق يشوف نفسه أنه مستعد للصعود وأنه كذلك مستعد يعني للبقاء. احنا نجلس فيه خويا ديما اوبتيميست، ومن حقي هذا حق مشروع باش نحاول قدر الاستطاعة الفريق نتاعي والإدارة نتاعي باش نمشوا أفضل ما يمكن. إذا فما حاجة اكسسيون ولا حاجة هكا باهية إن شاء الله نحاولها، إذا ما فماش باش نخلوا الفريق يعني كما تكلمنا، وإن شاء الله الموسم القادم بالبروجراماسيون نتاعها تكون موسم. كوتش الياس اسمعلي في كلمتين، مدرب كبير الحقيقة، مدرب يعرف يتعامل مع المجموعة، مدرب شجاع، مدرب ديما يعطيك شحنة معنوية باش تقدم أكثر مجهود وأفضل مجهود. كان يعمل فيه على طريقة الأب والابن، ما كانش المدرب فقط، كان يشجعني ديما ويقول لي تنجم تكون أحسن مما كنت. في الأخير حظ موفق لفريق السابق الطريق جريس. أنا أريد التوفيق طبعا رئيس، كما نجحت كملاعبي كما نجحت كمدرب في تجربك يعني هنا في تونس مع طريق جريس لفترات أو يعني في المملكة العربية السعودية.